هناك مئات من الأسلحة الصينية القديمة، أشكالها وأحجامها متنوعة ومختلفة. هناك أسلحة يمكن أن تطعن وتشرط وتجرح وتخدش، ويمكن أن تسحق وتضرب بعنف وأن تتحول إلى وحش كاسر عنيف وتسحق فريستها. سنتكلم عن 10 أسلحة كونغ فو دمار، وسنكشف ستار عن السلاح الأكثر وحشية وعنفا على الإطلاق. استخدام الأسلحة الصينية يحتاج إلى مهارة، والكونغ فو سلوك دفاعي غير مسلح ومن الفنون العسكرية الصينية، ويمكن تطبيق أساليبه على الأسلحة كلها، وهذا يزيد من قدرتها على القتل. أشكال وأحجام أسلحة الكونغ فو كثيرة، مثل السيوف والسهام المعروفة في العالم، فالسيف طويل المقبض وإبر إيمي والقرون وفراش القاضي القاتم كلها أسلحة صينية. ومهما كان تصميمها غريبا أو كان اسمها شاعريا، إلا أنها تستطيع القتل. سنعد وبالعد التنازلي أكثر 10 أسلحة صينية عنفا ودمارا. هذا السيف، وهذا السيف سلاحان من أكثر الأسلحة المخيفة في الكونغ فو. السيف الذي نصله نحيف ومستقيم معروف في الصين بالسيد المحترم بين الأسلحة، أما السيف الآخر فهو أثقل بالوزن، واسمه السيف طويل المقبض، ويحمل لقب سيد كل الأسلحة لأنه يسبب ضررا لجسم العدو أكثر من أي سلاح كونغ فو آخر. خفيف ورشيق مثل طائر الفينيق، والهجوم الأساسي لهذا السيف يكون بالطعن. متوحش وقوي مثل النمر الهائج، وضربات هذا السيف تقطع وتشرط وتنهي. أما النصل النحيف للسيف الصيني فهو نصل له حدان، ولذلك يتطلب استخدامه كثيرا من التدريب والتقنية، بينما السيف طويل المقبض له حد واحد فقط، يعني السيف طويل المقبض قوي وتفوز فيه بالقوة، والسيف العادي ناعم وتفوز فيه بالأسلوب. السيف والسيف طويل المقبض يناسبان أحجام البشر جميعا، وهما ليسا طويلين ولا قصيرين أيضا، واستخدامهما مناسب ضمن المسافة الفعالة للضرب. مارس ليتل تايجر أساليب كونغ فو منذ 20 سنة، وهو عضو في فريق جوانغز هو للفنون العسكرية وخبير في أساليب استخدام السيف. والمبارزة بالسيف تتطلب الديناميكية، المبارزة لا تحتاج إلى ذراع قوية فقط. عند الطعن يجب أن يشكل كل من الكتف والمعصم خطا مستقيما، وتكون الحركة من الخصر، لأن هذا الخط المستقيم سريع ورقيق ولا يرحم. الطعن هو أكثر هجوم قاتل، والحركة الخاطفة هي رفع السيف من الأسفل، والإشارة هي استخدام رأس السيف لطعن الكتف أو المعصم، ويمكن استخدامها لنزع سلاح الخصم. التقطيع يعني إنزال النصل من الأعلى، وهذا يجعل وزن جسمك وقوتك خلف الضربة، حتى إن
بإمكانك أن تقفز وتقطع باتجاه الأسفل وتضم قوة السيف إلى قوتك. التقنية أساس في استخدام السيف طويل المقبض، ويستطيع المقاتل أن يشرط مباشرة أو بشكل عكسي ليهاجم رقبة العدو أو رجليه. اللف حول الرأس حركة مميزة، وهي حركة دفاعية وهجومية في وقت واحد. هذه الحركة ينفرد فيها السيف طويل المقبض، وتسمح للمقاتل بإبطال هجوم العدو وشن هجوم معاكس فوري. لم تكن السيوف في الصين مجرد أسلحة، ومنذ زمن لم يكن الجنود فقط هم من يحملونها، فقد حملها الفلاسفة والفقهاء وحتى الشعراء، وكان السيف الذي على الخصر شارة شرف ودليلا على أن صاحبه مبارز ممتاز. استخدموا في معاركهم مجموعات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة الغريبة والعجيبة، نصولا ورماحا ثلاثية الشعب، وإبرا مميتة، وأصواتا بسرعة البرق، وفراشية مرعبة. ابقوا معنا لنتابع عدنا التنازلية لأكثر أسلحة الصين فتكا. ابتكر الصينيون عددا كبيرا من الأسلحة على مر السنين. سنعد تنازليا أسلحة الصين الأشد عنفا. رقم 10 كان السيف والسيف طويل المقبض. أما رقم 9 فهو سلاح من أقدم أسلحة الصين بترسانة الكونغ فو. حين توفي إمبراطور الصين الأول قبل 2000 عام، دفن معه أكثر من 7000 تمثال مصنوع من الطين لكن بالحجم البشري الطبيعي. وفي حياته استخدم الإمبراطور جيشه لتحويل عدة ولايات إلى بلد واحد، وجيش هذه التماثيل المصنوع من الطين كان في الماضي جيشا بين يديه أسلحة حقيقية، أبرزها القوس والنشاب. هذه الأقواس والنشابات استخدمت منذ العصر الحجري القديم، وكانت مصنوعة من الخيزران أو الخشب، وأوتار من أربطة عضلات البقر أو جلد الغزلان، أو حتى من الحرير. الأقواس والسهام التقليدية في الصين كانت تستخدم كخط هجوم أول في أرض المعركة، ومداها يصل إلى 100 متر. كان بإمكان الرامي الخبير أن يرمي 10 أسهم في الدقيقة، وكانت السهام التقليدية خفيفة الوزن ولا تؤذي أبدا الجندي المدرع. كان النشاب الميكانيكي أقوى من القوس والسهم، ويرمي سهما وزنه ثقيل لمسافة أبعد وبدقة أكبر من السهم التقليدي، ومن الممكن أن يرمي بعضها 5 أسهم في وقت واحد. وبعبقرية بسيطة تستطيع أن تثبت وتر القوس في مكانه وتطلقه بمجرد الضغط على الزناد وترمي السهم. استخدم الجنود الصينيون القوس والنشاب قبل 1000 سنة من ظهورهما في أوروبا، واستمروا في استخدامهما للسنوات الأخيرة من القرن 19. نتج عن مزج النحاس والقصدير لصنع البرونز صنع عدد من الأسلحة الجديدة الفتاكة. من ناحية الفعالية كانت أسلحة البرونز أكثر حدة بكثير، كانت متينة إلا أنها كانت مطواعة وحادة الحافات، لكن كسرها كان صعبا. اخترعت الأسلحة البرونزية قبل أكثر من 4000 سنة، وأحدثت ثورة في عالم الحروب، وصارت الأسلحة التقليدية كسيوف أقوى وأكثر حدة، والأهم من هذا أنه تم تطوير أسلحة جديدة. في القرن 5 قبل الميلاد بدأت فترة الولايات المتناحرة،
وكانت الصين منقسمة إلى عدد من الولايات الصغيرة التي قامت بينها حرب هوجاء، كان وجود جيش مسلح أمرا ضروريا لبقاء الولاية. أما في مصر القديمة فكانت حرب المركبات هي نظام ذلك العصر، حيث كانت الأسلحة المركبة على أعمدة طويلة والتي كان اسمها أسلحة الأعمدة أفضل دفاع للجنود المشاة، كانت تستعمل لإسقاط الخيالة عن الأحصنة وللسيطرة على المركبات. وكانت الأسهم الصينية تشبه الرماح الأوروبية التي استخدمت بعد آلاف السنين، وكان الرمح البرونزي سلاحا صينيا منفردا. حين دخل التاريخ الصيني العصر البرونزي كان السلاح القياسي هو جو، وخلال فترة أسترينجو كان هو السلاح الذي يستلمه الجيش مثل البندقية اليوم، ثم تطور جو إلى المطرد الذي هو عبارة عن رمح وفأس سوية. جو سلاح صيني قديم مميز، عمود طويل كان له نصل قائم الزاوية يركب فوق عمود من الخيزران أو الخشب، والنصل العلوي الأفقي طوله 20 سنتيمترا وطول النصل السفلي 15 سنتيمترا. في عصر الحرب القديمة كان جو والسهم هما سلاحي الجيش. يستطيع جو بشكله إنزال الجنود الخيالة، وكانت حركات جو الأساسية في الهجوم هي استعماله كخطاف والطعن فيه يستهدف قلب أو رأس العدو. أما النصل فكان يستخدم لإصابة أطراف العدو أو جرحها. تحددت الدرجة المثلى للنصل وكان اكتشافا ممتازا، وباتباع نص صيني قديم يقول: إذا كانت الزاوية بين النصلين العلوي والسفلي لجو أكبر من اللازم فستكون إصابة العدو بالخطاف صعبة، وإذا كانت أصغر من اللازم سيصعب جرح العدو. وبعد سنين من الصقل اكتشف التصميم المناسب، وهو الزاوية 100 درجة، وكانت فعلا الزاوية الأكثر فعالية. بعد مرور نصف قرن على دراسة علم الآثار الصيني يعطينا الأستاذ يانغ هونغ دليلا أفضل يدل على العبقرية القديمة. في الصين القديمة كان جو والسهم هما سلاحين القياسيين، لكن الذكاء كان بدمج النصل بشكل المنجل لجو ورأس السهم الحاد الذي نتج عنه سلاح جديد مروع كان اسمه بالصينية جي، ويجمع أفضل صفات السلاحين. بإمكانه أن يطعن ويغرز أيضا، ويمكن أن يثبت بكلاليب ويثبت فعاليته بالمعركة، وكأنه شخص يقاتل بسلاحين، كان سلاحا هاما جدا في ذلك الوقت. جي القديم كان له نصل بشكل المنجل للتثبيت بخطاف والتقطيع، ورأس الرمح للغرز. كان جي سلاح التزود بالمعركة، استخدمه جنود المشاة لإنزال الخيالة، والخيالة استخدموه أيضا، أي أنه كان يستعمل ضد الخيالة الآخرين وضد المشاة. كان جي متعدد الأهداف وصار السلاح المفضل للجنود، وبزيادة الحافة الحادة أفقيا أصبحت هناك فرص أكبر لتثبيت الخصم وجرحه أو قتله. كمزيج بين السهم وجو يمكن لجي استغلال قدرة السهم الهجومية لطعن العدو مباشرة،
بينما يقطع النصل المنجلي أطراف العدو. قناة الرمح والنسخة المدببة منها والسهم هو سلاح كونغ فو أساسي. استخدامه يتطلب مرونة بحركات الجسم وخفة ورشاقة بحركات القدمين وسرعة وثباتا بالالتفافات والشقلبات. ولأن قناة الرمح تتطلب استخدام اليدين فهي تعلم التوازن. إنه سلاح المبتدئين ويعلم استخدامه الطامحين ليكونوا مقاتلي كونغ فو. الأسلحة الطويلة هي أي أسلحة بطول الشخص الذي يستخدمها أو أطول منه، ولا يوجد طول محدد لسلاح طويل. وفي الحقيقة هناك مقولة في عالم الكونغ فو تقول أطول بسنتيمتر أقوى بسنتيمتر. وأسلحة الدفاع الطويلة لها فوائد كثيرة، منها أنها تصعب على الخصم الاقتراب لأن هذا قد يسبب له أذى. الأسلحة المركبة على عمود مثل السهام والمطارد هي النسخ العسكرية للأسلحة الطويلة، يمكن أن تسبب بعض الأذى. كين يونغ من هونغ كونغ تعلم الكونغ فو وهو طفل، وهو مدرب كونغ فو منذ 16 عاما وخبير في كل أنواع الأسلحة الغريبة وكل أساليب القتل. يستخدم سيفا مقبضه طويل اسمه جوان داو، والنصل عبارة عن خليط بين السيف والفأس. يبلغ وزن جوان داو 40 كيلوغراما وقالوا إنه قادر على قتل حصان. الأصوات أو الأسلحة الطرية باللغة الصينية ليست طرية أبداً. الأصوات الصينية مصنوعة من حلقات معدنية وليس من الجلد، ولها في نهايتها ثقل قادر على كسر العظام والجماجم. وفي المعركة كانت هذه الأسلحة الطرية تستخدم كأسلحة ثانوية، وكانت مفيدة حين يضيع سلاح رئيس مثل سيف أو سهم بسبب قدرتها على الانثناء، وكانت تسهل تخبئة السلاح الطري. شاهدوها بين يدي الخبير كيف تقدم عرضا مذهلا بالمهارة والتنسيق. الصوت المؤلف من 9 أجزاء مصنوع من حلقات سلاسل معدنية، والثقل المعدني الحاد بنهايته يواجه لكمة مخيفة. إن الأسلحة الطرية من أصعب الأسلحة استخداما. يصعب تعلم استخدام الصوت بمهارة، أما إن استخدم بمهارة فمن الممكن أن يؤثر في رؤية الخصم. كان الصوت سلاح قتل مفضلا خارج أرض المعركة. وهذا الثقل الحاد يستطيع ضرب رأس الخصم فجأة حتى من الخلف. أما سيئاته فهي أنه صعب الاستخدام، لدرجة أن تلاميذة الكونغ فو قد يؤذون أنفسهم به وهم يتعلمون كيفية استعماله. مقولة صينية تقول تدرب على استعمال السيف أو السيف طويل المقبض ولا تتدرب على الخطاف أو الصوت، لأن من السهل أن تؤذي نفسك. بين يدي خبير الكونغ فو قد تكون حتى أغراض المنزل مثل عصي الأكل أسلحة مميتة، لأننا لا نتوقع أنها ستكون سلاحا فتاكا. في الواقع هذا سلاح شائع جدا ويعتمد على قوة معصم المستخدم. يجب أن تتوجه بخط مستقيم حتى تضرب جسم العدو. رمي عصي الطعام ليس مجرد تنسيق بسيط،
إنما يركز ممارسو الفنون العسكرية على طاقة كونغ فو بأيديهم ومعاصمهم. ويمكن لهذه العصي العادية عند رميها بقوة كونغ فو أن تخترق لوحا خشبيا، وإن كانت معدنية وبين أيدي محترفين فمن الممكن أن تكون قاتلة. والأجزاء التي تستهدف إصابتها هي الصدر والرأس وما بين الفخذين. المعروف أن المروحة لا تؤذي، لكن بين يدي الخبير قد تصبح قاتلة. كانت المراوح تدل على الرقة، لكن هذا الاختراع الأنيق وبحالة طارئة قد يتحول إلى قاتل فتاك. ريشه المسنونة جاهزة لجرح وشرط العدو. تستخدم المراوح في الدفاع عن النفس، ومن الممكن تحويلها إلى سلاح مخفي فعال يمكن أخذه إلى أماكن لا يمكن إظهار الأسلحة الواضحة فيها. كان عند المجرمين مراوح نصولها حادة مثل الشفرة وتقطع مثل السكين. خط اليد من الفنون الصينية الرائعة، لكن هذه الفراشية المعدنية لم توجد لترسم شخصيات، إنما لفن أكثر عنفا. هذه الفراشي في الفنون العسكرية اسمها فراشي القاضي القاتم، وهدفها الوحيد هو القتل. طولها 20 سنتيمترا، وتستخدم رؤوسها المدببة للقتل. الغرز يكون مباشرا، وتطعن العدو مباشرة، وتستخدم فراشي القاضي الأسود بشكل أساسي لمهاجمة نقاط الضغط، عظم القص والقلب والحلق والصدغان وأيضا العينان وكل هذه الأهداف. هذه الأسلحة الصغيرة مثل فراشي القاضي القاتم تستخدم دائما أزواجا، والكونغ فو يعلم استخدام اليدين مع بعض. يد تشتت انتباه العدو، ويد تضرب بالفراشي، وهي بشكل أساسي أسلحة طعن وتستخدم لمفاجأة الخصوم. أولا الطعن، والاختراق وهو الطعن بتأثير أكثر عنفا، والرفع وهو لإبطال مفعول هجوم الخصم قبل شن هجوم معاكس. وبين يدي المعتدي تصبح الأغراض المنزلية التي نستعملها أسلحة مميتة. بعد قليل سنرى أسلحة غريبة عجيبة، وأسلحة طائرة وقاتلة. سنعد تنازليا أول 10 أسلحة فتاكة في الصين. رقم 10 السيوف، والسيوف طويلة المقبض الحادة. رقم 9 الأسلحة طويلة المدى مثل الأقواس والنشابات. رقم 8 الأسلحة المفضلة للجنود مثل السهام والمطارد. رقم 7 الأسلحة الطويلة، وهي رماح طولها من 2 إلى 2.5 متر. رقم 6 الأسلحة الطرية التي توجه لكمة قوية. ورقم 5 الأغراض القاتلة والشائعة بين يدي مهارة الكونغ فو. أكثر الأسلحة الصينية عبقرية كانت أسلحة خفية. اكتشف مصنعو الأسلحة الصينية اكتشافات هامة، وهم أول من صنع الأسلحة، والكيميائيون منهم صنعوا مسحوق البارود. أما الحرفيون فهم أول من ركب الأسلحة الميكانيكية الأكثر تعقيدا في العالم. اسمها أسهم الكم، وهي أجهزة قديمة نابضية تخبأ في كمي الرداء الصيني التقليدي القديم، ويمكن أن يكون الرأس مسموما أحيانا. تتشكل من أنبوب معدني طوله 18 سنتيمترا، يوضع في داخله سهم صغير، والميكانيكية النابضية التي داخل الأنبوب تطلق السهم إلى الخارج.
كان استخدام سهم الكم سهلا جدا لأنه يعتمد على النابض. نضع السهم داخل الأنبوب ويجب أن نغله جيدا. ثم نعير النابض ونضغط على الزناد فينطلق السهم من الأنبوب. مبدأ سهم الكم الميكانيكي يعتمد على وجود نابض في أسفل الأنبوب وفوقه صفيحة معدنية وجهاز تحفيز اسمه جناح الفراشة يكبس على رأس السهم. وحين نضغط على الزناد يتم إطلاق السهم. آن ران المشهور بجمع الأسلحة الغريبة سيقدم لنا عرضا لإطلاق سهم الكم. على المدى القصير كان سهم الكم دقيقا إلى حد مفاجئ. تذكر السجلات القديمة أن سهام الكم تستطيع إصابة أهداف على بعد 30 خطوة. هناك أنواع عديدة مشابهة للأسلحة الخفيفة. أسلحة خفيفة ميكانيكية تشبه هذه، وهي عادة أسهم الكم وأنابيب الإبر وبالطبع المقصلة الطائرة، وكلها تستخدم في الاغتيالات. ازدهرت في الصين كل أنواع الأسلحة الغريبة والعجيبة، والسلاح المستخدم يمكن ألا يظهر مزاياه الهامة. في الواقع إن المبارزة تعتمد بشكل رئيس على ما لا يمكن للعدو أن يتوقعه أبدا. أحيانا يمكن استخدام سلاح خفي، وأحيانا يمكن استخدام أسلحة غريبة مثل نصل قرون الغزال الثنائي النصول، وتستخدم كأزواج وواحد في كل يد، وكل نصل له 3 نقاط حادة وسبع حافات قاطعة. في المعركة تكون نصول قرون الغزال صغيرة وحادة، وتستعمل لقتل العدو. أما الحافات القاطعة فمن الممكن أن تجرح العدو من أي اتجاه. أما النقاط 3 الحادة فتسبب جروحا مخيفة. وفي سلاح شكله أكثر غرابة وهو الحلقة أو العجلة، هو دائرة لها شفرات حادة حول قطرها. كانت لها شعبية في فترة حكم سلالة داينستي ولها أشكال مختلفة. الشكل الهلالي مستوحى من آلة تستخدم للحفر، لكن هذه لم تستخدم للحفر. كان امتلاك الناس للأسلحة التقليدية مثل السيوف ممنوعا، فاستعملوا الرفوش والأدوات الزراعية كأسلحة لهم. تشبه الرفش، المدمة أداة زراعية أخرى عدلت بسبب نية القتل. ليس شرطا أن تكون أسلحة الكونغ فو كبيرة لتقتل، فطول إبر إيمي تقريبا 25 سنتيمترا فقط، والرأسان اللذان على أطرافها يجعلانها خطيرة جدا على المدى القريب. والمحور الحلقي الذي بمركز كل إبرة من الممكن أن يجعل الإبرة قادرة على الطعن بقوة قاتلة. توضع هذه الإبر في الإصبع الأوسط وتدور لتشتت انتباه العدو مثل فراش القاضي القاتمة، وصدغاء العدو وعيناه وحلقه ستكون الهدف.
إبر إيمي والمدمة كلها أسلحة غريبة تنفع لأن استعمالها غير متوقع بعكس الأسلحة الواضحة مثل السيف. والأسلحة التي تشبه معدات الزراعة أسلحة يسهل إخفاؤها وصعب على السلطات اكتشافها ومصادرتها. دانغ سلاح آخر يمكن إخفاؤه بسهولة كالمعدات الزراعية، إلا أن كثرة نقاطه الحادة تكشف سر استعماله الحقيقي. ظهر دانغ للمرة الأولى منذ 500 أو 600 سنة، ويمكن استخدامه كرمح أو لتثبيت العدو في مكانه. أما الأسلحة التي تشبه الدائرة فهي أسلحة يصعب استعمالها، وبسبب نقاطها الحادة وحافاتها القاطعة تسبب إصابة الخصم في أماكن حساسة لأكبر حد. وهذه الحلقات تستطيع أن تصمد أمام الأسلحة الطويلة، وتستطيع أن تشل حركة الأسلحة الكبرى بحركة تثبيت نقطة معينة. المطارق المضاعفة من أقدم الأسلحة في ترسانة الكونغ فو، وإضافة حافات حادة لرأسها تزيد من قدرتها على كسر الجماجم والعظام. يمكن أن تكون رؤوس المطارق مستطيلة أو بيضاوية أو دائرية أو ماسية الشكل، وبغض النظر عن شكلها فلها استخدام واحد فقط هو ضرب العدو ليخضع. تستطيع المطرقة الحديدية أن توجه ضربات قاتلة. الخطاطيف الثنائية هي أسلحة مضاعفة، واحد لكل يد، وهي سيوف بشكل خطاف مع نصل إضافي بشكل الهلال عند المقبض، وهي 4 أسلحة بسلاح واحد. الخطاف يصد ضربة العدو، والنصل الأساسي يقطع ويشرط، والقمة المدببة بالقاع تطعن مثل الخنجر، والنصل هلالي الشكل حول المقبض يقطع العدو. هناك أسلحة صينية غريبة لا تبدو أنها أسلحة أبدا. كلمة غريب تعني شيئا لم نره بشكل اعتيادي، والسلاح الغريب هو شيء ما نعتبره عادة سلاحا. أنران عمره 29 عاما، ومتأثر بأبيه تاجر الأثريات، ويجمع أسلحة غريبة وعجيبة بشكل غير متوقع من الصين كلها منذ أن كان عمره 20 سنة. هذا سيف غليون، وهو قطعة أثرية نادرة، ومن يراه لا يتوقع أنه سلاح، وإن حدث شيء غير متوقع يظهر نصل فجأة ليضرب العدو. هذا السلاح أحلى خدعة للعدو، وقطعة ثمينة وأثرية جدا. فعلا أثرية. يبلغ عمر هذا السيف مئات السنين، ويعود تاريخه إلى عهد سلالة كينغ، ونصله الرقيق يحدده كسلاح القاتل المغتال. عند أنران الآن أكثر من 300 سلاح بمجموعته، أغربها هذا المخلب الحديدي وعمره 400 سنة. شكله أداة تعذيب لكنه ليس كذلك. هو مثل اسمه، يستخدم في المعركة ليرعب العدو، وهنا يظهر مفعوله القاتل. توجد حافات قاطعة وأيضا رؤوس حادة، وهذه المناطق هي مناطق القتل الأساسية. أما بالنسبة لهذا المخلب فلم يكن استعماله الأساسي هو القتل، إنما مفاجأة العدو ومنعه من الهروب. وبكل بساطة
يوضع على يد العدو ويتم الضغط عليه بقوة، يعني أنه يقيد العدو بشكل ممتاز، وعندها سيكون الهروب صعبا جدا. معظم القتال في الكونغ فو يتم عن قرب وبشكل شخصي، لكن أحيانا لا يكون العراك باليدين مناسبا، ومن أفضل أسلحة الهجوم عن بعد هو سهم الحبل. يستخدم سهم الحبل بشكل أساسي لشن هجوم مفاجئ من الخلف على الضحايا الغافلين. يتألف سهم الحبل من حبل طوله 4 أمتار، وفي نهايته سهم معدني، ويكون شكل السهم مثل الكوز، وطوله من 16 إلى 20 سنتيمترا. قطعة القماش الحمراء هذه ليست للزينة، بل توضع على بعد 20 سنتيمترا من السهم حتى تتعب نظر العدو. سهم الحبل سلاح استخدامه صعب جدا، ويسحب طاقة من رقبة وكتفي وكوعي المقاتل ومن مفاصله الأخرى إن كان الهجوم عن بعد. مطرقة النيزك هي الأخت الكبرى للسهم الطائر وتشبهه جدا، لكن وزنها الثقيل يجعلها تدور بسرعة أكبر وتضرب بقوة أكبر. مطارق النيزك يمكن أن تستخدم مفردة أو ثنائية، وبالمطرقة المفردة يكون طول الحبل 5 أمتار، أحد طرفي الحبل يربط بالمعصم ويوصل الآخر بمطرقة برونزية بشكل البطيخة. مطرقة النيزك هي النسخة العسكرية للأسلحة الطائرة، وهي سلاح صيني يعود تاريخه لحقبة الولايات المتناحرة منذ 400 سنة قبل الميلاد. قدور مليئة بالماء ستظهر القوة المدمرة لمطرقة النيزك التي هي أقوى من أختها سهم الحبل. تستطيع مطرقة النيزك أن تسحق قدرا من بعد 4 أمتار. إن الجماجم أقوى من القدور الطينية، لكن سحقها يكون بنفس السهولة بمطرقة النيزك. لكن السلاح الصيني الأكثر عنفا في الأزمنة الماضية لم يسحق الرؤوس فقط، إنما قصها أيضا. ومن الأسلحة الصينية الأكثر سرية على مر العصور سلاح التسلل المطلق. استخدمه منفذو عمليات الاغتيال. كان له هدف واحد فقط، هو قطع الرؤوس، واسمه المقصلة الطائرة. وصلنا إلى القاتل رقم 1 في عدنا التنازلي، وهو أكثر أسلحة الصين عنفا. كان للمقصلة الطائرة صلة بالنهوض الاستثنائي للإمبراطور يونغ جينغ في القرن 18، والذي استولى على العرش بالقوة ولم يسأل عن أحد أبدا. تقول الأسطورة إن الأمور وصلت به ليقتل أباه وإخوته. دارت إشاعات عديدة في المجتمع في ذلك الوقت حول قتل الإمبراطور لأبيه وإخوته، وحول طمعه بالسلطة وحبه للشراب والنساء ولأمور كثيرة أخرى. ولفترة طويلة من الزمن اعتبر الناس يونغ جينغ إمبراطورا طاغية ومتوحشا وعظيم الرحمة ومجردا من الإنسانية. إن وجود جيش خاص للإمبراطور من القتلة أساء إلى سمعته، وكان للجيش الأسطوري اسم له سمعة جيدة، وهو سلطة رفع الراية. كانت مهمته الرسمية التخطيط لرحلات الإمبراطور لصيد السمك، لكن مهامه غير الرسمية هي التي دبت الرعب بالبلاط. وبسبب الإشاعات التي انتشرت حين توفي أخ من إخوته، انفتح باب القصص عن المقصلة الطائرة، لأن وقت العثور على الجثة كان الرأس مفقوداً،
وافترضوا أن قتلة الإمبراطور هم الذين نفذوا العملية، لكن لم يعرف أحد كيف. سمعت عن المقصلة الطائرة حين كنت صغيرا، وبشكل رئيس من المجلات وروايات الفنون العسكرية، بالإضافة إلى أفلام التلفاز الذي ظهرت فيه المقصلة الطائرة. ظهرت المقصلة في عدد كبير من أفلام الفنون العسكرية، لأن المقصلة الطائرة هي سلاح الخيال المطلق. لكن يا ترى هذا السلاح الأسطوري موجود فعلا؟ وو مخرج فني ومولع بمشاهدة الأفلام ومتحمس لمعرفة الجواب، والمشكلة أنه لا يوجد أحد شاهد مقصلة طائرة حقيقية، لذلك قرر وو تصميم واحدة بنفسه. وصل لنتيجة، وهي أن المقصلة الطائرة يجب أن تشبه قبعة كبيرة تكفي لتغطي رأس شخص بالكامل، وبوجود ميكانيكية معينة بقلب القبعة تعمل النصول لتقطع رأس الضحية. بعد الدمج بين الأساطير الشعبية كلها وأوصاف المقصلة الطائرة وإضافة القليل من نسج خياله، وصل وو إلى رسم بياني يظهر هذا السلاح الغامض. يجب أن يكون التصميم بكامله بهذا الشكل، في غطاء في الأعلى وكيس طري في الأسفل، وتحته سنجد ميكانيكية المقصلة. يشمل تصميمه ثلاثة نصول متحركة، وعند سحب الحبل تنغلق النصول المحمولة على نوابض. إنه تصميم أنيق، لكن يا ترى سينفع؟ هناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك، وهي أن يأخذ وو رسومه إلى ورشة العمل، وهكذا سيستطيع الحرفيون تحويل تصميمه إلى واقع. يصنعون ميكانيكية نصل، لكن من ألواح خشبية يشبه مصراع آلة التصوير، لكن بدل قطع الضوء تقطع الرؤوس. يستخدم زملاء وو التكنولوجيا العصرية لصنع هذه المقصلة، لكن قبل 250 سنة من فترة حكم عائلة كينغ لم يكن هناك تكنولوجيا بهذه الأهمية. وانغ ياو تشون باحث في الأكاديمية الصينية للعلوم العسكرية سيشرح لنا. كان مبدأ القتل قائما على النصول، وكان من الممكن في تلك الفترة من الزمن وفي فترة حكم عائلة كينغ صنع نصول، وهذا يعني أنه كان من الممكن صنع مقصلة طائرة. هذه هي المقصلة الطائرة التي صنعناها، وسوف أعرض عليكم الآن الطريقة التي تعمل بها. نغطي رأس الضحية هكذا، ثم نقوم بسحب هذه السلسلة التي تعمل بهذه الطريقة. هذا التصميم بسيط جدا. هذا هو الجزء العلوي، وهو كيس من القماش في الوسط، والجزء الأهم هو مكان الميكانيكية والنصول. وإذا سألتموني كيف تعمل هذه النصول، فهي تعمل على الشكل التالي: حين نشد الحبل من بعد، فإن النصول تميل إلى الداخل. صنعها أمر قائم بذاته، لكن كيف يا ترى ترمى على رأس الشخص؟ كين يونغ أستاذ كونغ فو يحتاج إلى كل سنوات خبرته ليكتشف الجواب. أعتقد أنه عدا أنها ترمى بالطريقة الطبيعية، لكن هناك طريقة أخرى، وهي ربما القفز ورميها على رأس الشخص من الأعلى. وحسب اعتقادي فإن قوة الرمي ودقته هما من أهم الأشياء، وأيضا التوقيت هام، لأن الضحية لن تقف مكتوفة الأيدي وتنتظر أن تستهدفها. يا ترى وجود هذا السلاح كان رائعا؟ ويا ترى هل كان ينفع؟ سيكون يونغ وفريقه تحت الاختبار. أولا سيجرب الطريقة الأكثر وضوحا. بما أن وزن المقصلة الطائرة كيلوغرام ونصف، فإصابة الهدف بدقة لن تكون سهلة أبدا. لكن بعد محاولات متكررة استنتج يونغ أن ذلك ممكن. يجب أن تكون قوة المعصم كبيرة، وتحتاج إلى ذراع قوية ودقة جيدة أيضا. فإذا تدبرت هذه الأمور الثلاثة ستكون أمامك فرصة جيدة للنجاح. يعتقد يونغ أن المحاربين في الصين القديمة كانوا ماهرين في القفز، ويظن أنهم نشروا المقصلة الطائرة وهم في وسط السماء. بمساعدة منصة البهلوان يحاول مساعد يونغ أن يقفز. إنه بهلواني مدرب،
لكن حتى هو يجد صعوبة. ويحتاج إلى 5 محاولات قبل أن ينجح. تحتاج إلى مستوى معين من مهارة الكونغ فو لتتقن طريقة المقصلة الطائرة، ونحتاج إلى الكثير من التدريب المتعب لنصل إلى درجة الإتقان. كان للإمبراطور يونغ جينغ الدافع ليتمتع حرفيوه بالمعرفة، وليتمتع منفذو عمليات الاغتيال عنده بالمهارة، لكن هل كان للمقصلة الطائرة وجود يا ترى؟ حقيقة أم خيال؟ لا أحد يعرف الحقيقة، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، أنه إن كان الحرفيون الصينيون قد صنعوا المقصلة الطائرة، فستكون هي سلاح كونغ فو القاتل المطلق.